فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التوحيد. أولا هذه الحلقة الثانية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الهداية والرشد. تحدثنا في الحلقة الماضية عن لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، ما هو أهميته، وكنا تدرجنا في كثير من النقاط. وسنكمل مع الدكتور وهو ضيف هذا البرنامج الدائم، أستاذ الدكتور وليد بن عثمان الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. باسمكم جميعا نرحب به، أهلا وسهلا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا بك والأخوة المشاهدين. كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية هذا الموضوع الهام جدا في ديننا وفي إسلامنا، تحدثنا عن بعض النقاط، نكمل هذه النقاط حول هذه الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كله، الحمد لله حمدا لا ينقضي عدده ولا يحصيه أحد، أحمده كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ثم أشكر قناة المجد، هذه القناة الفتية الرائدة، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها ومديرها عام التنفيذي وكافة الإخوة المشاركين فيها، فأسأل الله تعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء. أخي الكريم، في الحلقة الماضية ذكرنا أهمية هذا الموضوع أو جزء من أهميته، فإن أذنت لي أخي الكريم أن ألخص للأخ المشاهد أجمل لماذا نتكلم عن هذا الموضوع. فذكرنا أولا أنه الواجب الأول علينا لله جل وعلا، وأن الله تعالى خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل التوحيد، وبينا أن هذا المنطلق من واجب النصح للأمة عامة والدعاة وطلاب العلم والحاكم والمحكوم أن يعتنوا بهذا الموضوع. ضعف العناية بالتوحيد والاهتمام به وجعله من الثانويات والانشغال عنه بغيره، كما قلنا، كثير من المنكرات تنهض الهمم لمحاربتها والوقوف تجاهها، وهذا واجب مهم أن يوقف في وجهها، لكن المهم من المنكرات وهو الشرك لا يوقف في وجهه. الخطأ في فهم التوحيد وتجزئته، يعني أن يجزأ التوحيد في جزء معين، وهذا سوف نفصل فيه بعد قليل إن شاء الله تعالى. أيضا ضعف أثر التوحيد، وقلنا فرق بين الأثر وبين المعرفة، فالأثر شيء والمعرفة شيء. فأنا أعرف وأعلم أن الله تعالى الرزاق، لكن ما هو أثر هذا الرزق؟ أعلم وأعرف أن الله تعالى البصير، ما هو أثر هذا البصر؟ إلى آخره. مطالبة أعداء التوحيد بالكف عن الحديث عن التوحيد واتهامه وتشويه أهله وسيرتهم كما تراه في وسائل الإعلام، انتشار البدع وبعض الشركيات، تحول التوحيد إلى علم نظري، هذه مجموعة تكلمنا عنها. فإن أذنت لي أيها المبارك الكريم أن نتحدث اليوم في تكملة أو إكمال أهمية هذا الموضوع، لننتقل بعد ذلك إلى صلب الموضوع وهو ما نريد الحديث عنه. من الأمور الخطأ في فهم التوحيد وتجزئته وقصره على بعض أفراده. ما الذي نريد به بهذا الكلام؟ يعني مثلا تجد أن جملة من الموحدين يهتمون في جزئية معينة من قضايا التوحيد، مثل وكله مهم التوحيد، لكن ما يقصر على جزء معين دون جزء. سوف أعطيك نماذج متعددة ثم نأتي بالواجب الشرعي الذي هو على الجميع. فمثلا تجد أن أناس يحصرون التوحيد في قضايا الأسماء والصفات، هذا أمر مهم، وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات واجب،
تجد كل حديثه عن الأسماء والصفات رد على أهل البدع والمخالف. واجب هذا الأمر، فرض وليس واجب. واجب يعني الواجب مهم، وهو جزء من توحيدك لله جل وعلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا أمر مهم، لكن قصر التوحيد على هذا الموضوع دون أن ينبه إلى مخالفات أخرى في توحيد المعرفة. هو يتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات، مخالفات ضد هذا في المعرفة، وهو مثلا أنه يتكلم عن التوحيد الأسماء والصفات ووجوب إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه ونفي ما نفى الله تعالى عن نفسه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي في المقابل ويشوف الناس تدعو غير الله. أين الواحد؟ تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، ثم لا يهتم بهذا الموضوع. إذن هذا جزء، يعني قصر فهمه على جزء من أجزاء التوحيد. نأخذ صورة أخرى، نجد أن أحدهم يهتم في موضوع المعرفة وهو توحيد الألوهية، وأن العبادة وكل ما ينطلق من العبد لا يكون إلا لله جل وعلا، وهذا هو أصل التوحيد. تمام؟ أننا ما خلقنا إلا من أجل هذا. توحيد يعني توحيد المعرفة والإثبات والربوبية والأسماء والصفات، توحيد الربوبية غالبا الشرك فيه قليل، غالبا الشرك فيه قليل. ولذلك يقل الحديث عنه، والحديث عن توحيد الإرادة والقصد، نعم، هو توحيد الألوهية الذي تجد واحد يهتم في هذا الموضوع. في إيش؟ في صور التعبد البدني، تجد محاربة القبور مهم. أنا ما أستنقص أحد، لكن أنا أقول قصره الشمول، نأخذ الشمول. تمام. نعم. محاربة القبور، محاربة الذبح لغير الله، النظر، كل هذا مهم، ويغفل ما هو أمر آخر وهو قضية توحيد الحكم لله جل وعلا. صحيح. مثلا لا يركز على وجوب تحكيم الشريعة، ولا أو يتقي الحديث فيها، أو يرى أن الحديث فيها من الفتنة، أو سيادة الشريعة على الأمة إلى آخره، يقلل أو يخفض صوته في الحديث عنها. إذن قصر التوحيد على جزء منه. وتجد في المقابل من يجعل التوحيد كله حاكمية. التوحيد هو حكم الله تعالى في العباد، ولا يدعو إلا كل دروس وكل أهمية تجاه إن الحكم إلا لله. هذا أمر مهم، كله مهم، لكن المهم الأعظم هو التوحيد. أولا أن نتكلم عن توحيد المعرفة والإثبات والقصد والإرادة والحاكمية بكل أجزائها. فالتوحيد كله لا يتجزأ. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالحكم الكامل، جاء صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فالعرب فهموا لا إله، قال جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الأولى، إن هذا إلا اختلاق، ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، إن هذا إلا اختلاق، في المتأخرين ما سمعنا، إن هذا إلا اختلاق. اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا توحيد، وجاء بالأسماء والصفات. فقال الله عز وجل لا تذرون ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا، وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل في سورة النجم ومناة الثالثة الأخرى، وقبلها قال الله عز وجل، أنسيت الآية لكن لعلك تتذكرها وتأتيني. نعم. تمام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا، فأثبت السمع وأثبت البصر وأثبت اليد وأثبت الأصبع لله جل وعلا بما يليق بجلاله وعظمته، وجاء بماذا؟ بتوحيد الحاكمية، وهو الحكم بين الناس، أن يحكم بينهم بما أنزل، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. شوف، واحذرهم أن يفتنوك، لأن الحكم صعب، فممكن ممكن احذرهم أن يفتنوك. لما جاء بالعسيف الذي زنى بامرأة الرجل، والعسيف إلى آخره، فالعسيف الذي زنى بامرأة الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحكمن بينكم بما أنزل الله،
بما أنزل الله. ولما جاء أسامة يشفع في المرأة المخزومية قال تشفع في حد في حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الحكم، الشمول في الدعوة، الشمول في التوحيد وفهم التوحيد كاملا، هذا الذي نريده. لا تقصر على جزء من أجزائه ثم تجعل هذا هو التوحيد الذي توالي عليه وتعادي عليه، لا، وإنما التوحيد الكامل. تجد، خذ أعطيك مثال، نذكرك بالآية يا شيخ اللي هو أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قزمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اشتقوا من أسماء الله تعالى أسماء لآلهتهم ليأخذوا من توحيد الإثبات لتوحيد الإرادة والقصد والعياذ بالله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كامل بمثل هذه الآية، تنزيه لله جل وعلا، إثبات الربوبية الحق في المعرفة أن الله تعالى لا يلد ولم يولد، ثم أن هذا الرب العظيم هو المستحق بصرف العبادة له. شوف الكل كله لا يفرق بينه في دعوته عليه الصلاة والسلام. قصر التوحيد على جزء من أجزائه هذا ليس هو منهج الدعاة الحقيقيين. فتنظر مثلا لأئمة الدعوة، انظر لأئمة السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يتوازون في كل شيء، في دفع الظلم عن الناس وفي رفع الاستبداد والطغيان، وقفوا في وجه الحجاج وفي وجه يزيد وغيرهم ممن بغوا في الأرض وطغوا، وأيضا وقفوا في وجه القرامطة والملحدين وكل من يريد أن يستغل رمز من رموز أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليجعله آلهة من دون الله، وقفوا في وجوههم حتى ولو كان عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو كانوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك وقفوا في وجوههم كلا ولم يحيدوا عن ذلك. تجد أن من بعدهم من أئمة الدين العز بن عبد السلام وبن دقيق العيد وغيرهم، مع العز بن عبد السلام ما حصل منهم مخالفات رحمه الله تعالى، لا رحمه الله تعالى. لكن أنا أقول لك هذه الجملة في فهم التوحيد كامل. ثم جاء شيخ حسن بن تيمية وحرر، توسع في ذلك لوجود المخالف الأكثر في زمانه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فانبرى في توضيح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف كاملة. وتعلم كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في الكتاب الذي أريد أن يكون طاغوتا يحكم على الناس بآراء، فوقف في وجه مثل ذلك الكتاب الذي جاء به التتاريون إلى آخره. ثم جاء الصنعاني والشوكاني رحمهم الله تعالى، وما زال أئمة الدين وابن حجر وما شاب وقوفهم في وجه الطاغوت. ثم جاء محمد بن عبد الوهاب ونشر كل هذه الأمور على أحسن وجه في وجوب الحكم بما أنزل الله ودعوة التوحيد بالمعرفة والإثبات والقصد والإرادة وتوضيحها، حتى في الألفاظ وفي غيرها، في كل شيء. وليس فقط، بل أئمة وعلماء الأزهر وأئمة المغرب العربي ابن عطية وغيرهم رحمهم الله تعالى، ومحمد الخضر وغير من أئمة الدين الذين أحمد شاكر وناصر الدين الألباني وغيرهم كثير من كافة بلدان الدنيا، إلا أن الله تعالى يحمي هذا التوحيد بهؤلاء العلماء في كل زمان ومكان. تجد يعني الإنسان يتكلم عن دويرة لن يعرف عنها أكثر من غير قصور في الأخير، محمد بن إبراهيم كم ألف رحمه الله تعالى في التوحيد، ثم حتى في توحيد الحاكمية الذين يظنون الوهابية لا يتكلمون عن توحيد الحاكمية، ألف أكبر رسالة وتحكيم حكم تحكيم القوانين الوضعية، ومن شرحها؟ شرحها الشيخ عبد العزيز بن باز، شرحها الشيخ سفر الحوالي، وشرحها غيرهم من أئمة هذا البلد وعلمائهم. إذن فهم التوحيد وعدم قصره على جزء من أجزائه. خذ مثلا في قضية الأمر، يعني كقضية مثلا الولاء والبراء وشرك الأحياء والأموات، مثل هذا الأمر الآن وفهمه، هذا أمر خطير. كيف أن نفهم قضية الولاء والبراء؟ ما هو موقفنا من المخالف لنا؟ المخالف لنا أنواع. ليش يضعف مثلا المخالف لنا في حق الله جل وعلا كاملا وهو المشرك والكافر؟ كيف موقفنا منه؟ هل موقفنا منه المحبة؟ لا. هل موقفنا منه صدق الولاية؟ أبدا. أم موقفنا منه قضايا أخرى في قضية المشترك والتعايش؟ هذا موضوع آخر، نحن نتكلم في قضايا معرفة ما هو موقفنا من هذا المخالف الكلي لنا.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان اللي هم لا يوادون. أما الذين يوادون ما مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة إنه لم يكتب في قلوبهم الإيمان وهو حقيقة التوحيد لله جل وعلا. ما موقفك من الموالاة للمخالف لك بالكلية؟ النصراني واليهودي والمجوسي والبوذي والهندوسي. أنا أتكلم على قضية أعمال القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف عداوتنا تابعة لعداوة الله جل وعلا، ليست عداوة مستقلة. عدوي وعدوكم، خلاص عدو الله عدو لنا. لماذا أصبح هذا عدوا لله؟ لأنه لم يعرف حق الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لكن كيف ولاءه يعني ما يكون قلبيا يعني؟ بأن لا يحب ما هو عليه ويكرهه ويتبرأ منه. لا نتكلم على أمور فطرية بحتة. لا نتكلم عن حب أم كافرة ولا أب كافر ولا زوجة كافرة. نحن نتكلم على أمور أعظم. مثلا إنسان يعني لما أنا في الكريسماس يا شيخ وفي الأعياد هذه التي ربما نعيد بعض الناس، يعني مثلا في قضايا يعني اترك الكريسماس ممكن أو خلنا في يعني اجعلها إن شئت عنوانا يوما ما، قضية التشبه الأعياد البدعية أو الأعياد الغير إسلامية ونتكلم عنها. لكن قضية ميل القلب إلى هذا الإنسان من غير وجود مشترك بينك وبينه. الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه الآية في من؟ هذا في الأب والأم إلى آخره. لما جاءت قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، ما لها نظر في الإسلام، ما لها نظر. أصلها شوف جاية تشاور في أمها، وجود مشترك بينها وبين أمها، جاية تأخذ الإذن، جاية تأخذ إيش؟ الإذن، راغبة ما لها نظر في الإسلام أبدا. أصلها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف العدل الإسلام جاء. أمك ذي تعبت عليك وحنت عليك، حقها في الدنيا أن تحسن إليها، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي إلي مرجعكم فأحكم بينكم. فلذلك القضية محصورة في حق الله عز وجل. خلافنا مع هذا الذي مخالف بالكلية لنا لأنه حق لله جل وعلا، ليس في قضية أخذ أرض وإلا تكلم في عرض ولا شيء، وإنما في حق الله جل وعلا. هذا الرجل يقول إن الله ثالث ثلاثة، ويقول إن الله تعالى له صاحبة، ويقول أن عزير ابن الله، ويقول إن المسيح ابن الله، وهذا يعتقد أن آلهته هي الظلمة والنور، وهذا يعتقد أن آلهته هو بوذا، وهذا يعتقد أن آلهته بقرة تسيح في الأرض، وذاك أكرمكم الله السامعين ثأر تتنقل ما بين جحر إلى جحر. هل بيننا وبين هؤلاء مشترك؟ أي وهانة للرب جل وعلا أكثر من هذه الإهانة؟ أي وهانة؟ إذا أنا لم يكن لدي في قلبي غيرة تحملني على أن أحمل حق الله جل وعلا على حقيقته فلا خير فيني، لا خير فيني. إذا أنا لم أحمل هذه الغيرة لله جل وعلا، إذا أنا لم أغر على حق الأجل أغر على من؟ أغر على من؟ عدوي وعدوكم. إذا لم يكن عدو الله هو من يتهم وينتقصه، كما قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يا الله يا الله، يعني أحدهم يقول إنك تتوتر لما تتكلم في هذا الكلام. إذا أنا لم أتوتر في هذا الكلام متى أتوتر؟ إذا لم توجد. يا الله عز وجل يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذن قضية
التأليه لله جل وعلا، الولاء والبراء أنا أقول لك لم يكن مشترك بيني وبينه. سوف نرجع عشان سنفصل فيها هذا الولاء والبراء. لا بس حتى الآن في قضية عشان ما يفهم، يعني يأخذ طرف ويخلي طرف المشاهد. نعم. إذن ليكمل، لما يدعي لله الولد وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يا الله، تنشق السماء تتفطر السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا من أجل جعلوا لله ولدا، ادعوا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم يأتي البارد ويقول لا توتر. إذن أي مشترك بيني وبين عدو الله؟ هذا عدو لله، لكن لا يتحملني هذه العداوة على ظلمه في حقه في الدنيا. شوف عدل الإسلام، لا أظلم. هذه من الأوامر أن تكون عادلا مع غيره. إذن أمر الله عز وجل، أنا الآن هنا أبغضه لأنه افترى على الله كذبا، أبغضه. لكن لا يجرم أنك الشنأ، لكن لا أبخسه حقه ولا أعتدي على ماله ولا على عرضه ولا يناله مني سوء غير الحرب وغير أن يكون بيني وبين حرب. أنا أتكلم على حال الدنيا، سواء عاش في بلدي أو عشت في بلدي، لكن أنا أبغض هذه الجثة لأنها استنقصت حق ربي جل وعلا، لكن ما أظلمه. فرق بين مقام القلوب ومقام الدعوة. لا يجيني واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما اليهودي ودخل على اليهودي. مقام الدعوة شيء، ومقام الدعوة والبلاغ شيء، ومقام البغض القلبي شيء آخر. نعم، نكمل بعد الفاصل يا شيخ. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكلمان. يرسل عليكما شواظ، مو شواظ، شيء مضمومة، شواظ. تصحيح التلاوة. رحمة منه وفضلا أنزل النور المبين. رتل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحيح التلاوة. يأتيكم في الأوقات التالية. قناة المجد للحديث النبوي، الأدعية والأذكار، الشفاعة، دعاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الدروس الحج، آداب وأحكام، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم، رياض الصالحين، رسل وأنبياء، مختارات من سنن ابن ماجه، الأسرة حديث من قناة المجد للحديث النبوي، أحاديث رسول الله نور ومنهاج حياة. أهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم التوحيد. أولا مرحبا بكم يا دكتور مجددا. كنا انتهينا إلى مسألة الولاء والبراء، وكون كثير من الناس يجهلون هذه النقطة وهي من صلب التوحيد. إذن من صلب التوحيد، بارك الله فيك. أنا أقول، يعني أكمل، قطعنا الفاصل.
أعود إليكم أيها الأحبة، فرق بين الدعوة، بين الدعوة والبلاغ، وبين ما تحمله أنت جهة مثل هذا الموضوع. أنا أدعو ولمصلحة الدعوة أبسط له البساط وأضع له الطعام وأقضي حاجته وأسير معه في مظلمته، هذا موضوع آخر لا نتكلم فيه أبدا، هذا ليس محل بحثنا، هذا محل ليس محل بحثنا، هذا أمر من أمور الدعوة لا نتكلم به. نحن نتكلم عن الميل القلبي لمثل هذا الموضوع. يعني حب لهذا الشيء، حب لهذا الإنسان. فارق، أنا مثلا ممكن أنا والله هذا العامل محترم ونظيف ويشتغل عندي في بيتي، وأنا أفضله على عامل مسلم عندي في بيتي لأن ذاك مهمل ومقصر، هذا موضوع آخر يا أخي، هذا ليس محل حديثنا. إحنا نتكلم أن هذا المسلم أنا أحبه من أجل أنه عرف حق الله، وهذا الرجل أبغضه لأنه لم يقدر الله تعالى حق قدره. هذا الأمر المهم، أن نعرف أن خلافنا مع هؤلاء المخالفين لنا بالكلية بالكلية لحق الله جل وعلا. الهدف ألا نصحح ما هو عليه قلبي، عاد هذا الأمر لن ينسحب معه. طيب وش يضر أني أحبه أنا وأنا وش علي منه، لكم دينكم ولي دين، صح؟ ها الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، لماذا أن تلزمني الآن ببغضه؟ والله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين. الأمر المهم في التوحيد أيها الحبيب أنك لا تؤمن بعض الكتاب وتترك بعض، معاذ الله أن أقولك تكفر، لا هذا كل للمنافقين، لكن أو لأهل الكتاب، لكن أنا أقول لك أنت افهم الكتاب كاملا. الكتاب ما يفهم آية مستقلة لوحدها، لو ممكن واحد يقول لك يقول الله عز وجل فويل للمصلين، تقر به إلى ذلك؟ فويل للمصلين موجودة في القرآن، مقر لكن تقر بمعنى فهمه لها؟ لا. هنا الآن الإشكالية، فلذلك لكم دينكم ولي دين. اقرأ قبلها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هم يقولون تعال عبد آلهتنا وأنتم ترفضون أن تعبدون آلهتي، ثم يكرر الله عز وجل في الأخير لكم دينكم الذي أنتم عليه في ضلالكم ومفارقتي له وعدم رضاه به، رضاي به مع بغضي له، ولي ديني الذي أفتخر به وأتميز به عنكم. هذه آيات مكية، حل النزاع في الدين، هذه آيات مكية يا أخي، ما هي آيات مدنية، آيات تميز، ليست اختيار لكم دينكم ولي دين وامش. إذا ليش، لماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قاتل، لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ما مقام السيف ما دام لكم دينكم ولي دين، ما مقام السيف، لماذا؟ إذن القضية لماذا يأمره ربه في براءة في سورة التوبة في رخ خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، لماذا؟ لماذا تأتي في 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 سورة النساء أمر وضرب الكافر ومقاتلة، الأمثال كاملة كلها في القتال. الهدف نشر الدين يا شيخ، ليس ليس الدم، ليس الهدف الدم يا أخي، ليس الهدف الدم، افتحوا لنا المجال. القضية هي قضية التوحيد، نريد الحرية للناس. لكن تخيل لما تقوم دعوة التوحيد ويسود التوحيد على الناس، شوف الآن يسود التوحيد على الناس ويكون السيادة للتوحيد، ثم يأتي واحد يرفض التوحيد، خلاص انت ربطت التوحيد وقيمت عليه الحجة، تمام، فأنت الآن مقابل الخدمات التي تأتيك لابد أن تعطي جزية، لأننا نخدم نحرسك و... كل شيء، فأنت مقابل خدمات تقدم لك لابد أن تعطي جزية، وهذا موضوع أنا أقول لك. إذن من الأمور أنه الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين يا أخي، لا تجد الولاء للمؤمنين ضعيف، يعني شوف سوريا ولا أنا انتماءات يعني الدول وكذا، هذه المشكلة. شوف سوريا، شوف دماج صعدة، أين الانتماء؟ لماذا يأتيك واحد يقول لك والله قضية الوطنية وقضية مدريش والصياح والنياح إلى آخره، أين قضية الولاء الحقيقي لإخواننا في سوريا؟ الموقف منهم لماذا دائما يكون موقف متأخر؟ لماذا يبنى حقيقة الولاء على 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 حقيقة القرارات الرسمية التي سوف تخرج؟ أنا ما أطالبك إلا بالحب الحقيقي للمستضعفين، لما يعني استطعت أن تتكلم، لكن في المجالس بين يعني موقفك من هؤلاء المساكين تجاه هذا الطاغوت الذي يكبتهم وهم يطالبون
بحريتهم كما قال موسى لفرعون أنا أرسل معنا بني إسرائيل يا أخي اتركهم يا أخي نريد لهم الحرية أنت الآن مستعبدهم كما قال الله عز وجل يعني يستبيح النساء يستحي النساء ويقتل الأولاد ويأمرهم بالعبودية له الله عز وجل قال موسى قال أنت أنا أرسل معنا بني إسرائيل بس خلهم يسمعون كلامنا اقتنعوا يقعدون عندك عبيد يقعدون عندك عبيد لكن رفض هذا الطاغوت أن يرسل بني إسرائيل وهذا الآن نفسه رفض أن يرسل معاشر السوريين أن ينطلقوا في حقيقة ما يريدونه أن يحققوا المراد الذي يريدون الوصول إليه إذن ننتقل للخطوة التي بعدها وهو الذين يقدسون أمثال هؤلاء يدخلون في شرك الأحياء ألم ترى جموعا من الناس تسجد لصور الطواغيت كثير ألم سوري اللي تحدث عنها قبل ما أدري أنا أقول لك يسجدون لصور أنا ما أدري أنت تقول أنا أتحمل أنت المسؤولية طيب. أنا أقول لك ألم ترى من يحصل تعظيم للأحياء حتى أن ما يقال أشبه من أنه يقضي حتى على كتاب الله وسنة رسوله ليس فقط في قضايا الدنيا حتى في قضايا التدين حتى في قضايا التدين من يعلق دينه بشخص من يعلق دينه بعالم شيخ ملة وهذا شيء خفي جدا آية سماحة إيش ما كان يعلق دينه هذا الذي يعلق دينه ويجعل دينه متعلق بشخص معين وتجده يخرج في الشارع يطالب بالحرية يقول أنا أرفض أن هذا الحاكم يستبد بي هو مستبد بواحد ثاني تمام أرفض أن هذا الحاكم يستبد بي فلذلك أنا أرفض استبداده وطالب بالمشاركة السياسية بالحرية المطلقة في المحاسبة على المال العام إلى آخره هذا الكلام أنا معه 100% لكن تجده في نفس اللحظة أنه مغل الأغلال في عنقه تجاه شخص لابد أن يأخذ رأيه في الانتخابات وش أقول أو صوت لمن أكون مع من ينتظر ماذا المرجع ماذا يقول له تناقض ولا مو بتناقض جدا تناقض أعطيك مثال بالمثال تستبين الأشياء المعارضة البحرينية تدعي الآن المعارضة أنها تريد رفض الاستبداد في البحرين سلمنا جدلا أن هناك استبداد بحريني تمام ونؤيدكم في رفع الاستبداد البحريني خلاص سلمنا جدلا لكن في المقابل هل ترفعون عن أنفسكم الاستبداد السستاني والاستبداد الخامئني والاستبداد الإيراني هذا سؤال يحتاج منه إلى جواب بمعنى أنه الوطنية التي تزعمونها وهو شرك الأحياء الذي تقعون فيه أنه لولا قدر الله أن إيران ضربت البحرين سوف تقفون في صف من؟ صف المرجع ومثله في القطيف السعودية أنا مع المشاهد طبعا ترى أنا أقول لك ومثله في القطيف السعودية ومثله في أي مكان وهذا لا نقوله إلا علنا إذن شرك الأحياء ارجع ليس فقط في باب أهل البدع حتى في باب شرك الأحياء في, في, في اتباع الشيخ دون نظر ولا مواربة يعني يعطيه هالة الشيخ وليد مثلا مثلا في يعني أترك وليد أدون منه لكن مثلا حتى مثلا لو يعني تأتي بالدليل تقول له يا أخي الدليل فلان يقول لك تغريدة فلان في تويتر ما توافق مثل هذا الكلام تقول يا أخي قال الله قال رسوله يقول تغريدة فلان يرد عليك بتغريدة فلان أقولوا لكم قال الله قال رسوله تقول إذن فلان وقال هذا شرك الأحياء وهو شرك خفي شرك خفي خطير يجب أن نلتفت إليه شرك الأحياء في تعظيم السلاطين والحكام والخوف من هؤلاء الأحياء في عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر تمام كل هذا أمر يحتاج إلى مراجعة فارق بين الحكمة فارق بين النصيحة فارق بين هذا لكن أنا لا أتكلم عن أقول لك والله أطلع وهيج لكن أنا أتكلم لك أن واجب النصيحة في عنقك لولي الأمر يجب أن يكون الطريقة اللي تراها في الوصول بالحكمة التي أمرك الله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لكنك ترى المنكر
يجب أن تنكره، سواء بالتبيين تقول هذا منكر، ما احنا بنقول لك أزله، بالنصيحة، بالكتابة، بالبرقية، بأي طريقة تراها، لكن الواجب أن يكون الخوف من الله جل وعلا. وإذا قال الله لك ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وشرك الأموات تحدث عن هذا ولا هذا كثير، شرك كثير الأموات من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السادة المزعومين إلى آخره، شرك بل شرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومثله، مثل هذا من الأمور التي تدعو. كم باقي الأخوان يعني ينبهونا؟ طيب. كم من الشيخ طيب. مشكلة. أنا أقول لك من الأمور المهمة في ما يسمى بربيع الثورات والاستبشار الذي حصل في الإعلام والناس، وكل الناس فرحوا بسقوط الظلمة، ونسأل الله تعالى أن يجعل من استبدلوا به خيرا مما سبق. أنا أقول أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصلحة به أولها. إذا شئنا أن نرى رغد العيش، وهو ما نطالب به، الطمأنينة، الأمن، والرزق الرغيد، وانتفاء البطالة، والحرية الحقيقية للمزعومة إلى آخره، فنحن نريد عهدا رشيدا، ولذلك سموا بالخلفاء الراشدين، وسمي بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وسمي عهده بالرشيد إلى آخره، وهو نزول العدل الحقيقي، وهو قضية التوحيد أولا. كيف نربط بين هذه الشيخ وبين الأمور اللي ذكرت؟ ما جميل جميل جميل. معك وقت؟ في الأخوان يعطون الآن. إذا تقول كيف نربط بين مثل هذه الأمور، خلنا نعطيك يعني لما الآن زال، ما المشكلة في الحكام الذين ثاروا الناس عليهم؟ المشكلة فيهم هو الظلم والاستبداد، الظلم والاستبداد والطغيان الذي فرضوه على الناس، تمام؟ فثار الناس عليه. بماذا يطالبون الناس؟ بماذا طالب التوانسة؟ وماذا طالب الليبيون؟ ماذا طالب المصريون؟ وماذا يطالب اليمنيون؟ وماذا يطالب السوريون اليوم؟ وبماذا يطالبون؟ يطالبون بحريتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء جثموا على قلوبهم فأرادوا الحرية، تمام؟ تمام. يعني تتوقع الآن لو أن هؤلاء لا توجد بطالة، والأمن مستتب، ولا يوجد تمايز بين الناس، والرجل استطاع أن يفشي العدل بينهم ولم يظلم منه، توقع أحد يثور عليه؟ لا، ما حد يثور عليه. تمام؟ طيب، هذا الرابط الآن، ما الذي جعل هذه الحكومات تظلم الناس وتبغي عليهم؟ لأنهم لم يعظموا الله ولم يقدروا حق قدره، فنظر إلى نفسه أنه يستطيع أن يصنع ما لم يصنعه الآخرون، وأن الأمر كله يرجع إليه، والاستخفاف بالناس والاستبداد الحقيقي، وغفل عن الله جل وعلا، غفل عن التوحيد، فلذلك ضيعه الله جل وعلا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. فلذلك هذا النسيان من الله جل وعلا على وجه المقابلة ليس نسيانا بعدم اللي هو المقابلة التذكر، لا، والحديث عنه في موضع آخر إن شاء الله تعالى لما نبدأ التفصيل. إذن يصلح آخر هذه الأمة، زماننا هذا، بما صلح عليه أولها. إذن هذا الإيمان يصلح هذا الحاكم، يصلح هذا الحاكم، يصلح الحال كله. نعم. يعني خلنا أعطيك في أمر يسير، لما يدعو أي إمام للاستسقاء في أي بلد من البلدان، في موريتانيا، في السعودية، في السودان، استسقاء، سواء كان هذا الداعي هو الحاكم أو أحد من البلدان دعوة أو جماعة من الجماعات، كما كان يحصل في مصر، الجماعة الفلانية تدعو إلى استسقاء ويذهبون إلى الاستسقاء. لما يدعو، ونسيت اسم هو مدون عندي، لكن القصة خطرت علي، في زمن أحد الأئمة دعا إلى الاستسقاء، فخرج القاضي، فقال القاضي الذي سوف يؤم الناس، قال لمولاه انظر ماذا يصنع الخليفة. فذهب إليه فرجع فقال رأيته منكسرا ذليلا خاشعا لله جل وعلا، هذا في صبيحة الاستسقاء. قال يا غلام ائتني بالممطرة المظلة، إذا خشع جبار الأرض من جبار السماء. سبحانه. شوف الارتباط، شوف الارتباط.
الولاية لما يمكن الله تعالى لهذا الرجل في الأرض أعطاه ميزات تسلب من الآخرين. لما كل هالملايين تسمع لك وتطيع دينا، شوف دينا في الإسلام دين ترى مو بخوف، فرق لما أسمع وأطيع لولي الأمر دين لأني أتقرب إلى الله بالسمع والطاعة له ديانة، وفرق بين أني أسمع وأطيع وأنا خوف. ألعنه في الخفاء غصب لأني أخاف أغيب ولا أسكن ولا شيء، لا أجر ووزر. لما يؤذل لله تعالى لك هؤلاء العباد يسمعون لك ويطيعون لك ديانة أي أمن هذا، موقفك منهم عدم احترام هذه الديانة التي دانوا لك بها، سمعوا وطاعوا لك ديانة لربهم جل وعلا، كيف تكون مقام هذه المخالفة؟ إذا شئت أن يصلح بما يصلح شأنكم فيجب أن من انتخبتموه أن يقوم بواجب الخوف من الله جل وعلا فيكم. الأمانة مرتبطة يا شيخ بالعقيدة وبالتوحيد. إذن بما صلح عليه أول هذه الأمر توحيد. لما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مطمئنا ويسود الناس، ولما كان عمر وكان عثمان وكان علي كانوا ما معهم أحد، يمشون في الشارع وينامون ويأكلون ويشربون، بل النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ما قالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخره. قال بعدها سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ماذا هو بشر. إذن التمايز عن الناس بمعرفة حق الله جل وعلا. قارون انظر لما آتاه الله تعالى ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. قال الله عز وجل أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أهلك اللي يقول أوتيته على علم عندي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، شاف أن الله أعطاه في الدنيا. ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف الطغيان ظن أن هذا الأمر يوصله إلى مثل هذا الأمر. هذا الأمر الذي يسلب لا يصلح أمر هذه الدنيا إلا بما صلح عليه بآخرة. عشان ننهي الأمور، هناك من يرى أن التركيز على التوحيد والبدأة به قد يكون عائقا أمام وحدة هذه الأمة وتعليف في الشعوب الإسلامية واجتماع كلمة الدعاة، وهذا وهم وهذا ضياع. إذا لم نجتمع على حق الله جل وعلا على شيء نجتمع؟ إذا لم نعرف قدر ربنا وحق ربنا على شيء نجتمع؟ كل أمور التجميع على ديمقراطية والتعايش كلها، أنا أقول نجتمع على ديمقراطية نجتمع على اشتراكية، هذا أمر لا يستساغ. شكرا جزيلا لك يا دكتور عما قدمت لنا في هذه الحلقة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن المتابعة، ونلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.